التلميذة كانت طبيعية، هي كتقرا مزيان، جات هذا العام هنا باش تكمل في الخوارزمي باش تبريباري لي غرون زيكول من مور الباك. حتى تفاجئنا الصباح كيعيطوا قال لك راها انتحرت، حتى الساعة ما عرفناش من الأقارب ديالهم، أصدقاء ديال العائلة ديالهم، حيت عائلتهم بعيدة بحكم أنهم ولاد القصيبة بني ملال والأخت ديالها في لا فرونس عاد غتجي هاد الصباح، وجينا هنا حنا نسبقوا هنا. حنا مع العشرة الصباح جانا الخبر بأنها البنت انتحرت. باش انتحرت الله أعلم، لأن ما عرفناش لدابا، مازال ما عرفتش ندخلوا للإدارة ويقولوا لنا شنو كاين. هي البنت في الباكالوريا، واش ستريس واش شي حاجه عندها؟ المهم ستريس، غيكون غير ستريس الباكالوريا. هي معاوده غير ما باغاش، باغا تجيب نقطه، نورمالمون كانت غتنجح ب 13 ولا 14، ولكن هي باغا تجيب 16 ولا 18. لا اله الا الله، فهمتي؟ غيبقى فيك الحال، خصوصا انا حنا كان عندنا فرد مع الصباح، فهمتي؟ لا اله الا الله، والله العظيم كندوز فرد وفهمتي المدرسه كامله في خباره، فهمتي؟ خصوصا مع الصباح كدوز من حدا لانترنا، فهمتي؟ كيبان لك الدريات خارجين، انا فاش لقيت البوليس فهمتيني قلت جهدها كاع شفره. يعني كيفاش كدايره قبيحه؟ ما نقدرش نقول لك، زعما الدراري خاصك تسول الصحاب اللي كيقراو معاها. يعني انا كنعطيك الاصداء اللي كاينه في المدرسه ككل، فهمتي؟ يعني الدريه دابا جهدها كاع، اللي دخل البوليس المدرسه لانترنا جهدها شفره، ولكن فاش كتسمع انتحار فهمتي حاجه اللي قبيحه، فهمتي؟ يعني قال لك انتحرات وقال لك اللي كانوا معاه بالليل ما عادي. اش الصباح ابغى تدق عليها دريه، قالت لها جيت فطري لقاتها ميته، فهمتي؟ يعني لا اله الا الله يغفر لها. عيطت عليا اختها من فرنسا، قالت لي انا مزوقه فيكم مول الحاجه كتبكي، راه اختي اللي حداكم تقرا في الخوارزمي راه ماتت، انا مزوقه فيكم. راه ما قلت لها، امتى؟ قالت لك عليهم سمعنا الخبر ما عرفنا مالها. قلت لها واش كانت مريضه؟ قالت لك لا. قلت لها ومالها؟ قالت لك اودي ما عرفت. المهم انا مزوقه فيكم، راه ما عندنا حد، راه ما عندنا اللي يمشي تما، ما عندنا حديد، ما عندنا اللي يمشي يقول للدراري ولادك يوقفوا معاها يخرجوها لينا من السبيطار.